الكنيسة الإنجيلية بحي شجوة دورة تدريبية لعدد من أتباعها لتدريبهم حول كيفية تقديم الإرشادات التوعوية والتعاليم المسيحية بالمدارس الدينية وغيرها من المؤسسات الأخرى بهدف المساهمة في إصلاح المجتمع. أحمد ياسين والمزيد. كنيسة الرب أحد الكنائس المسيحية التي تعمل جاهدة من أجل نشر الوعي والقيم والمحبة والسلام بين أتباعها والسعي لإصلاح المجتمع ضمن المؤسسات الدينية الأخرى وجمعيات المجتمع المدني، لذا نظمت دورة تدريبية لعدد من أتباعها كمبشرين ومرشدين داخل المؤسسات العسكرية والسجون وتدريس مادة التربية المسيحية في المدارس بهدف ترسيخ المبادئ والقيم الحميدة في نفوس أتباع الديانة المسيحية. يدور كل ناس واحدين على العموم مرقوم من بخاندا يبقوا ناس يمشوا هم بيدهم يسيكل من بيرس بخاندا زولا عشان نزولا تعبانين نادم كان مردان في أوبيتال ونادم تاب عند تاب ما تمش تكلم لو كلام ساكت كما في إلا تعرفي كلام التوري له يا يلقى عافية نو مش سوا نادم على في دعاية كلها كان إنت مالك نادم كيالي واسف على دريب ما فيرا يا مرقوم من دعاية كلها سيشكل على يقدر أول قاعد سي وأسرى ندورك ناس دولا كلي يبقى ناس الكاليفية أسرى يقدرك يسوي كلمة العدل المرجو ناس من تاب مادري ما يقدر جام سيشار شيلا قالون ويبقى فوق ما في. هذه الدورة بلا شك أنها تعد ثمرة للتعاون الكنسي بين الكنائس المسيحية عامة بتشاد والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص.